حبايبنا، رمضان كريم. رمضان كريم حبايبنا، والله يعيدها علينا وعليكم باليوم والبركات. واليوم راح نسوي تجهيزات العيد، تجهيزات رمضان. تجهيزات العيد بعدنا. مستعجل مستعجل. طبعا اليوم حبايبنا باكر راح يكون رمضان، ويمكن هسه كثير من عندكم قاعد تتفطرون وعدكم رمضان صار. احنا بهذا الوقت قاعد نذهب، واخيرا يعني هنا انا قاعد نجهز عود، وهنا انا نسوي بينا الزرعة. عود انا دائما اخليها فوق الزرعة، اي ما اخليها تحت. او زوزو صارت شاطرة خلتها شبحها هي وترابها. هنا انا باوي متونس لين قايل لها 100 مرة، ورجعت نظفت وخلتها، وجا مرة ثانية همس ما يسمع الكلام، ما يسمع الكلام زوزو، ما يسمع الكلام. هذا أمور، هذا المفروض اليوم حبايبنا، لأن إحنا راح نكون بالبيسمنت إن شاء الله رمضان، وبعدنا قاعد نسوي المطبخ اللي فوق. اللي شاف الفيديو اللي قبل هذا، خلصنا الباك سبلاش، اليوم خلصنا الصبغ. سو حبايبنا اليوم راح اسوي هنا، لان راح نكون اكلنا وشربنا، قصدي الفطور مالتنا كله راح يكون هنا. انزين، وطبعا هاي هنا البيسمنت، في وايد طلبه من عندي اسوي لكم جوله بالبيسمنت، فان شاء الله نشوف. بس اليوم راح اوريكم القعده هذه، هنا راح نشوف مسلسلات رمضان، وهنا راح يكون الاكل، ومن هاي الجهه اللي هو المطبخ مالتنا، بس ما راح اصور لكم اياه لانه صاير ديزاستر، صاير لانه صاير بي نزلي الغراض الفوق كلها تحت. يا وهاي اللي صايره. فاليوم حبايبنا راح نرتب هذا المكان، وما نقدر نخلي شيء بالقاع. شيء نخليه بالقاع راح انتهى. يعني اي شيء لازم الكراسي شادينها. شوفوا هاي الطاوله اذا دنيناها قمز هنا. اي شيء شوف قال يحاول هو يدور يجره، يعني ماكو قلاص الماي لازم مدفوع، شغلات مصايب. شوفوا 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 شوفوا، هسه احنا قاعد نسولف وياكم، بعدنا ما حطينا الزينه. شوفوا شوف ايش قاعد يسوي، نسوي ويخرب، نسوي ويخرب. فهسه اول شيء راح نطلب مساعدتك، هل تساعدنا ولا راح تقعد تسوي نسويها؟ ارسلاني قال لي ماما صوريني، وهو عوده قاعد يحط الزينه، بعدنا احنا ما حطيناه. ارسلاني سي هاي، ارسلان قول رمضان كريم. برافو. شوف هنا قاعد يساعد، يا وهنا إيلان قاعد يساعدنا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله قاعد يساعد يرتب، هو أبدا ما يخرب. سو حبايبنا راح نحط هنا لايتات ما رمضان زينة، وهنا بعد هسه راح نجيبهم ونخليهم. سو هاي زينة رمضان عندي اياها من السنة اللي طافت، جبتها من امازون، وهاي مكتوب عليها رمضان كريم بالانجلش. سو هاي راح اعلقها اول شيء، وراح اخليها هنا بالنص بهذا الشكل. اوكي يلا هسه بلشنا، خلينا هاي هنا. ايش رايكم هالمكان حلو؟ وفوقها راح اخلي الزينه مالت رمضان. هسه راح نحط هاي الزينه، شوفوها راح نركبها على هذا الجدار. هاي حبايبنا بلشنا قاعده نركبها، عندنا يزن قاعد يصور، وارسلان بس مستعد ماسك الريموت. شوفوا قاعده نركبها بهذا شنقال. تعال يا زوني بس خلي يصور شوي مثل هاي. شوف شلون صارت كت حلوة. طبعا هي شوي أطول، بس أنا خليتها بس هذا الحد. وهسه هذه الزينة الثانية هم جايبتها من أمازون من زمان، تجي مثل الستارة، تجي أكبر، يعني تقريبا يمكن راح تصير بطول هنا، فهذا كله راح أخليها هنا. صراحة أنا كلش مستانسة، السنة اللي طافت زينا اللي فوق، وإذا ما شايفين فيديوهات شلون زينا اللي فوق، هالمرة زينا البيسمنت، لأن صراحة فطورنا راح يكون هنا، فلذلك اخلي هنا احلى يعني. والله زين الفوق مثل ذي السنه وقعدتنا هنا. قعدتنا هنا. غير زين تحت؟ صح. ما تعرف. ما اعرف. شنو هاي؟ هسه هذه الستاره تخلي لي اياها هنا على هذا كله. طبعا وعد يتعقد منها. هاي مزعجة. بس لا، لان انت مسويها بالضبط. ادري ادري مزعجة. يعني ما راح نحطها. مو حلوه. لا تخبل تخبل هنا. هاي مال ديسكو، هاي مو مال رمضان. لا مال رمضان نفس هاي. لا لا هاي بس جلوبات. لا لا حلوه 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 كلش حلوه. مزعجه كلش مزعجه بليز. وماكو لها كهرباء. لا
امبلا اكو. انا قلت ورا واحد من الفريمات اكو كهرباء. اتذكر. ما راح يبين هسه انت جرب خليها. شوف شوفوا 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 على فكرة بالحقيقة مبينة بعد احلى من الصورة لان اللون مالتها اللي هي الاوف وايت مو الابيض. وهاي هاي من راح تركبيها هاي راح يشلحن الك. اقول لك انا لان راح يشوفه مدندل هو هاي ان شاء الله ما يشلحها. ان شاء الله زين إيه؟ هو مبلش يصير سولته بيها لان ماكو ذاك اليوم عود جبت له مثل ما اشوف ها شنو؟ جبت له بيبي يورا. ايه ايه بيبي يودا. حطيته اجى الباكيم هو يجي يسحبها وما يسوي بيها. خليت قلت له تعال قعد كان جيب بيبي يورا. بيبي يورا كان يدوسه هو داس طاب طاب بالنعال. ايه على بيبي يودا اللعبه. على بيبي يودا. على اساس هو يخاف. اي يخاف. ايه. ماكو اجى همه داسه وجرها. العقيد والله يكذبون علينا هذول. لا لا مو كذبون عيالهم غير عيالهم يخويفه. احنا عيالنا اسوده ما يخافون. عراقيين طبعا. هاي الزينه جايه مثل الستاره وبعدين ينزل من عندها اللايت كلش طويل. اهم شيء لما تشيلونها لازم تلفونها بهذا الشكل وحده وحده تلفونها وبعدين تسكرونها. ما لفيتوها مثل بعض الناس. اي قل لي روحك. اي انا قل لي روحك. تشربكت ومنو اجى ساعتين بس يلف بيهن ويعدل. الحبيب الحبيب وعد. يا زوني هسه راح اسوي لك مقابله على ما بابا يخلص يسوي لنا هاي الليتات من هذه الجهه. وطبعا شوفوا عندنا ايلان. ايلاني خلينا نسوي مقابله مع يزن. نو ماما تعال. اوكي لازم نشيل هاي منه او نبعدها. سو يا زوني متجهز رمضان نفسيا. الله السنه اللي طافت صمت رمضان كله وهاي السنه ان شاء الله ناوي صومه كله. شنو فائدة رمضان؟ ها؟ شنو فوائد رمضان؟ كلين انجلش. What's the benefit of رمضان؟ اوكي why we fast؟ تبقى حسنات؟ ناخذ حسنات. وعندي انا هاي الكفرات مشتريته من السنة اللي طافت مع رمضان. قلت لهم يخلون جزء هنا نفسه. مع الأسف ركبناها على أساس بعدين تفتح تنزل لي تحت بس طلعت ما قاعد تشتغل خربانة. هو وعد لح بيها ما يريد يركبها ما يريد يركبها. شوف شنو اللي صار. اشتغلت الحمد لله. وكان السبب من منو؟ شنو من منو؟ انا صلحتها اصلا. اوكي لا 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 تسوي لنا. اوكي اوكي المهم اشتغلت. قاعد نحاول احنا نسوي ويا ايلاني. صور بابا بعد. سوينا استراحة بس قاعد ياكلون الأولاد. ما أريد أوريكم اللوك النهائي هسه لأني أريد أخلي بعد شغلات. بس قاعد ياكل يزن وأرسلان بيتزا سويت لهم وخلصنا. جاهزين تشوفون؟ 1 2 3. سو حبايبنا ايش رايكم؟ ان شاء الله حبيتوها. هاي طبعا القعده مالتنا راح تكون هنا. هذا عندنا هنا ايان. سي هاي ايان. هاي وهنا عندنا ارسلان. سي هاي ارسلان. اوكي سو هاي القعده ان شاء الله راح تكون رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم الله اكرم ان شاء الله. ايش رايكم؟ كتبونا بالتعليقات. وهاي الزينه اللي ما رضى وعد انه يركبها ايش رايكم بيها؟ طبعا بالليل تبين اكثر اذا سكرنا اللايتات. شنو بعد؟ يلا تعال تعال ادخل ادخل بالفيديو. ادخل تفضل 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 تحت الباب تفضل. شنو رايك بتعديلاتي اول شيء انت يعني نسالك؟ عشت ايدك لا كلش مضبوطه كل شيء تمام. راح اسوي لك انترفيو بسيطة. عرفنا عن اسمك لو سمحت. انطونيو فانديريس. شو رايك برمضان هاي السنة؟ رمضان كريم. اوكي قلنا كلمة حلوة رمضان. رمضان كريم والله يعود عليكم بالخير والصحة والعافية. واكيد اكثر سؤال يسألونه الناس انه شلون رمضان بامريكا لانها دولة اجنبية. كلش حلو اصلا. وعدنا رمضان هنا اخي ديش السنة كان الساعة 9:30 فطور والدنا ولا نحس بي. وباكر اول يوم رمضان وعندي شغل بالمطبخ
وراح نسوي ساندين ونخلي بعد كود. أنا أقصد أجواء رمضان، يعني هي مختلفة، إحنا كنا بالإمارات قاعدين، فشنو الاختلاف اللي تشوفه؟ اختلاف مو مثل بالإمارات، هناك يبقون أجواء رمضان كلش حلوة بالإمارات، يعني تحس إن الدولة كلها رمضان. ايه كلها رمضان. ما هنا أنا لا، يعني إحنا بس ببيتنا وجيراننا اليمنى هاي إنزين، وعندنا الحمد لله تلفزيون نشوف بيه أجواء رمضان ورمضان كريم. اوكي حبايبنا، وصلنا وياكم لهذا الفلوج. اصلا كنت مو ناويه اسويه لان كلش كنا مضغوطين، لكن وعد مضغوط بالمطبخ، بس الحمد لله قدرنا ان نشوف وقت قبل يوم رمضان ونسوي لكم اياه. ان شاء الله حبيتوه، انتم كتبوا لنا هل انتم سويتوا هيك، احنا نسوي هذا الشيء اتليست شيء بسيط تزيين على مود الاطفال تحس ببهجه رمضان، تحس انه في هذا الشهر مختلف. وليش هذا الشهر مختلف؟ فلان هناك بدول عربيه يشوفون بالشوارع الزينه والمحلات، حتى المطاعم تسكر، يعني خلاص اجواء رمضان معروفه، هنا لا برا عادي. فلذلك احنا نحاول على قدر الامكان ان نعلمهم ونوريهم شنو هو رمضان. انا طبعا أخير. ليش قاعد اضحك؟ ليش؟ من جابت سيرتي المطبخ. زوزو شلون خلتني بالزاويه؟ صاحت حرامي حرامي. يا زوزو رمضان خلتنا، يعني صار لي سنوات الحين عليه على المطبخ. اوكي المشكله، المشكله دائما ماكو وقت، الوقت اللي عندي ما قاعد يكفي. هي رمضان كريم وحبايبنا لا تنسوا انكم هاي دائما انت تقولها، يلا شير تشتركون بالقناه اول شيء. لا تنسون تشتركون بالقناه، طبعا قاعد يلج يريد ينام ارسلان ولا تنسون تشتركون بالقناه وتسوون لايك وشير هذا الفيديو بين احبابكم، وتسوون تعليقات حلوه تحت هذا الفيديو. نعم، وتحياتي لكم، رمضان كريم. رمضان باي باي. كريم.